اندهاش كبير وشجب وإدانة طبعت مداخلات ممثلي فرق مجلس النواب على توصية البرلمان الأوروبي، والتي زعزعت بشكل كبير الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، لأنها توصية تخدم لوبيات بعينها ويشتم منها رائحة الغاز والنفط. من خلال القراءة ديالنا ليه نلاحظ بأن الظاهر ديالو بأن الدفاع على حقوق الإنسان والدفاع على حرية الصحافة، ولكن الباطن ديالو هو دسائس وأجندة بين خدمة لبعض الأطراف راه حنا كنعرفوها. اليوم اللي كنأكدوا بأن المغاربة المغرب ما عندوش الغاز، ما عندوش البترول، ولكن عندنا إرادة قوية باش ندافعوا على المصالح ديال بلدنا. تدخل في موضوع حنا طويناه منذ سنين، حد ملف حقوق الانسان طويناه، ملي درنا الانصاف والمصالحه والتطور الحقوقي في بلادنا، العالم كله يعرف اننا تطورنا وبلادنا تطور شيئا، فالتطور في محيطها وفي جميع انحاء العالم عارفين بان المغرب حقوق الانسان مضفوره بحكم الدستور. سجلوا رفضنا المطلق لمثل هذه المحاولات اليائسه التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخليه للمملكه المغربيه، بما فيها الشأن القضائي الذي يتميز باستقلالية السلطة القضائية، من خلال التوظيف الرخيص لورقة حقوق الإنسان. إجماع وطني وحد الأغلبية والمعارضة ضد توصية البرلمان الأوروبي، الذي تناسى أنه بالأمس القريب نوه بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات. كنشجبوا ان تخرج من هذه الاليات والمساطير الامميه باش تحولنا لاليه اليوم استثنائيه وذات طبع سياسي مكشوف، اللي تيولي عنده نوايا اخرى اللي تتخدم لوبيات لمعاديه للمصالح ديال المغرب. بالنسبه لنا كفريق اشتراكي تنعتبروا بان الشراكه المغربيه الاوروبيه هي مفروض تكون اكبر من هذه الجزئيات الصغيره، لان لدينا مصالح مشتركه في قضايا كبرى، قضايا مرتبطه بمحاربه الارهاب، قضايا مرتبطه بالحد من الهجره، قضايا مرتبطه بالمناخ. ولا حاجه للاستغراب، لان الامر يتعلق بلوبيات، لوبيات اللي تتعمل ضد مصالح المملكه المغربيه، ولوبيات اللي تتعمل باجر، ولوبيات من أطياف سياسية كذلك معروفة، وبدأت تتخلق تصدع على مستوى أوروبا. تفاجأنا بهذا التحول داخل البرلمان الأوروبي، بحيث مؤخرا وفي السنوات القليلة كان دائما الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي دائما يشيد بالمكتسبات التي حققها المغرب، وله رصيد قوي في المجال الحقوقي والديمقراطي، والتي حققها في ظرف وجيز لا يتجاوز 20 سنة. كذلك نحن واعون بمن وراء كل هذه المغالطات، هم أعداء الوحدة الترابية. لا نقبل بأي شكل من الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة وبالمواقف الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب. المغرب نوع شراكاته على المستوى الاقتصادي. المغرب يرفض أي إملاءات خارجية من أي جهة كانت ولأي سبب كانت. ما تفضلوا وأصدروا قرار بشأنه هذا أمر داخلي في إطار الاستقلالية وفي إطار السيادة. نرفض وندين بشدة هذا القرار، ونقول لهم بأن البرلمان الأوروبي كان عليه أن يحترم نفسه. إذن أمام هذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي، شدد البرلمان المغربي على أنه كان دوما فضاء للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي.